بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الأحد الموافق 6/9/2020، ومن مشروع صكوك الأضاحي بمجزر البساتين تم تحميل عدد 13 طن موجهة إلى 4 محافظات: محافظة الإسكندرية 4 طن، محافظة الدقهلية 3 طن، محافظة المنيا 3 طن، محافظة بني سويف 3 طن، ومع كل سيارة مفتش عام من ديوان عام الوزارة لتوصيلها إلى وكيل الوزارة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا السائق وليد، النهاردة 6/9/2020 محمل 6 طن، 3 طن بني سويف و3 طن المنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة 6/9/2020 إن شاء الله محملين 4 طن لحوم سكوك الأضاحي متجه إلى مديرية أوقاف اسكندرية. الاسم عيد عنتر، 6/9 محمل 3 طن رايح محافظة الدقهلية.